مساء الخير. ايه اللي جابك هنا؟ بابا اهدى لو سمحت يا بابا. انا اعرف ان انتوا عيله كبيره وكرمه مع الغريب قبل القريب. انت مين يا ست انت؟ اطلعي بره وخدي الزباله دي معاك. انا اعرف اكرمكم يا بابا. بابا لو سمحت اهدى، عيب كده، دول في بيتنا يعني. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه البجاحه وقله الادب دي؟ امشي اطلعي بره. لو سمحت ايه ده؟ دول في بيتنا. ما ينفعش نعمل مقامها. هعرفها مقامها. انت بتعمل ايه؟ ولا تسوى. مفيش الكلام. هتعمل ايه يا بابا؟ سيبني يا خالد. لا سيبني بابا. سيبني يا خالد. ايه يا بابا اللي انت بتعمله ده؟ هتوديها في داهيه يا بابا. ما ينفعش كده. سيب السرعه اللي فينا انت. ايه ده؟ ها؟ ايه الكلام ده؟ عمي ده حفيدك ابن يوسف. انت الوحيد اللي عارف ان هو ابني. لما جيت شقتي وخدت ورقه الجواز بتاعتنا قطعتها بقى ولا حرقتها، ما اعرفش عملت فيها ايه، بس انت عارف مودعك. عندك حق ما تبقاش طايق تشوف وشي. قتلت ابنك بس هربي حفيدك، لان حياه حفيدك كانت مقابل حياه ابنك، وانا كان لازم اختار بين ابني وابنك. امشي اطلعي بره. انت بنتي جايه من الشارع وعرفت ازاي تستغفلي ابني وتضحكي عليه؟ لا مش صحيح، عشان انت عارف يوسف كويس قوي وعارفه اكتر مني كمان، وكل واحد فيكو عارف يوسف. مستحيل حد يعرف يضحك عليه. اطلعي بره بقى. طب تعالى بص في وشه، شوف حفيدك، هتتاكد ان هو ابن يوسف؟ اطلعي بره. اطلعي بره والا قسما عظما اقتلك. اطلعي بره بقى. انا مش عارفه البلاوي دي بتتحدف علينا منين. تعالى يا عمي تعالى تعالى تعالى. يلا يا بنتي، قادر ربنا يجيب لك حقك. يلا يلا يا ليلى. انا مصدقك بس مش من هنا دلوقتي. امشي دلوقتي. يلا يا ليلى يلا. لحظه واحده، السواق موجود، هيوصلكوا في اي حته انتوا عايزينها. يوسف كان قايل ان هو عنده اخ توأم. مش قادرة أتخيل الشباب اللي بينكوا ازاي كبير كده. خالد انت مصدقني؟ مش مهم. ده الكارت بتاعي، علي النمر بتاعتي كلها، كلميني في اي وقت لو عاوزتي حاجة. خدي. صعبت عليك؟ اه. رغم اللي عملته؟ هي غلطانة، بس يوسف الله يرحمه كمان غلطان. حرام حرام تحاسب على غلطها وغلط يوسف. انت حاسس ان الولد ابن يوسف فعلا؟ مش مهم انا حاسس ايه. انت ليه اديتها الكارت بتاعك يا خالد؟ يمكن عشان خلفتي قبل كده عمرك ما هتحسي الاحساس اللي انا حسيته، او يمكن لو انا كنت خلفت ما كنتش عملت معاها كده اصلا. بس انا صعب عليا البيبي يكبر ويتعذب في حياته، يبقى طفل بدون هوية، هيواجه الدنيا ازاي ده؟ لا لا لا، انا هقولك. انت عملت كده علشان انت انسان كويس. انت حسيت بالمسؤوليه ناحيتها، وده اكبر دليل على ان انت انسان كويس. ممكن تكون انت فكرتك عن نفسك ان انت شخص مش كويس، بس عادي، ده في ناس بتعيش سنين من عمرها وهي مش فاهمه نفسها ومش مقدره قيمه نفسها.
تقصدي ايه؟ تقصدي ان انا عبيط يعني؟ لا ما اقصدش ان انت عبيط، اقصد ان انت شخص حساس. انت انسان، انت في لحظه قررت انك تساعدها سواء كانت صادقه او كذابه. انت في لحظه نسيت كل العداوه اللي بينك وبينها، ونسيت اللي هي عملته، ومجرد ما شفت الطفل اللي على ايديها ونسيت ان هي قتلت اخوه. لا ما نسيتش ان هي قتلت اخويا. اوكي ما نسيتش ان هي قتلت اخوك، لكن برضو قررت تساعدها. والله العظيم زي ما بقول لك كده فعلا. ايوه ما سكتلهاش، قلت لها الزمي حدودك بدل ما بهدلك. يا والله انت يا بنتي ايه ده؟ وهي سكتت؟ جلال ازيك؟ خبرك ايه؟ ازيك يا فينك يا راجل؟ موجود يا ريس. بس انت اتفضل اتفضل. انت برضه يا ريس ما بتسالش عليا يعني. عندك حق، انا مقصر فعلا من ناحيتك. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا جبت لك حاجه تشربها ولا لا؟ والله انا عايز اشتكي لك، انا طلبت قهوه وهي ما جابتهاش. خد بالك انا عارف اختي بخيله جدا. ها فكر. معقول؟ اه يا ريت تفكر. خلاص خلاص. كنت عايزك في كلمتين يا حبيبي. ايه حبيبتي؟ خير؟ طب استاذن. اصلا عارفه انت تحبش تتكلم في تفاصيل شغلك قدام حد. خلاص بقى جلال بقى واحد مننا يعني، مش غريب طبعا مش كده؟ طبعا. قالك طبعا اهو. انا شفت المعداوي عند البنت الصحفيه اللي اسمها رجاء. اه انا كنت متاكد انها مدفوعه منها. طيب ما انت طريقتك في التعامل معاها غلط، هي لازم تحس ان انت مش هتسكت لها لو اتكلمت عنك تاني. سيبك منها، دي تافهه، كل اللي بتكتبه ده اللي هيأثر عليا ولا على القضيه. هسيبكم انا بقى عشان تعيشوا بقى، دي ايامكم. ها على اذنك. على اذنك يا جدع. اتفضل يا ريس. طب يا عماد. ها بقول لك يا حبيبي. ايه؟ كنت بس عايزه اقول لك حاجه. طب تعالي الاول نخش. انت فعلا هتعمل كده ولا بتقول كده بس قدام جلال؟ مش فاهم يعني ايه؟ يعني البت دي لازم تتربى يا عماد. سيبك من البت دي، انت ايه اللي خلاكي تحسي ان انا مش عايزه اتكلم قدام جلال؟ حساسي. انت مش واثقه فيه ولا ايه؟ انا اول مره احس منك كده. في ايه؟ مش عارفه. لا 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 مفيش حاجه اسمها مش عارفه، ده جواز. انا بصراحه بقيت بتضايق قوي لما بشوفه. انت غلطانه يا ميردة. عارفه اني غلطانه. طب افرض الراجل دلوقتي جه وقال لي انا جاهز وعايز اتجوز، اقول له ايه؟ لا 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 جواز ايه، انا مش جاهزه دلوقتي خالص، وبعدين ده لسه بدري جدا. بدري ايه؟ ده انت كنت هتموتي نفسك عشان تتجوزي. معلش بقى فتره وعدت. ميرفت الكلام اللي انت بتقوليه ده خطير، يدل على انك مهتزه ومش عارفه انت عايزه ايه. على فكره جلال مش هيبقى تحت ايدك ولا اي حد تاني هيبقى تحت ايدك. انت حسيت ان جلال ممكن يبقى تحت ايدك لما حسيت ان هو ضعيف ماديا ومش هيقدر ياخد ويدي معايا، ولما حسيت عكس ده غيرت رايك مش كده؟ يلا قوم نشوف في وراك ايه، ما ينفعش نسيب الراجل قاعد لوحده كده، وبعدين نتكلم في البيت. يلا ايه ما تقومي.